حسام. لا بس لاعبك انقطعت منه في منطقة الجزاء وسجل هدف بس. بس كانت زاوية ولاعبك اخر واحد انقطعت من منطقة الجزاء ايش تقول؟ زاوية كانت زاوية لها. ايش اختفى هذا المفاجئ؟ انا اقول ابوك شكله يعرف انه قاعد نلعب ومتفق مع فريق الثاني. المرج على زك ميزو قاعد يطلب الكرة كثير. هدي الله 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 الله. اتفرج مين مرة انا وتبعيد عني يا ناس. بدأ تخيل وقت يا خلي العم نبزر حقتكم. ايش اللعبة هذا يا اخي حقهم؟ قد اخر وقت اطفال ورب انهم اطفال ورب انهم اطفال. نقع الله تكفون. الله بالاخلط 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 بالاخلط. ايوه 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 كفو ايوه كفو كفو. مبزر يا ربي. سلقوا الله الله عليك. ايوه بطل جره يا ناس. ايوه شكله سعد ما يعرف معناها اصلا. هذه بدل التسكيت يا سعد في الجزء ذا يعني خلط. اي خلط بدل مع انها مره تراش ولا ادري ايش يعني مجازا ايش يعني لكن مش يعني خلطناكم خلط يعني خضناكم رايح جاي. ايوه رونالدينيو رونالدينيو يظهر سحر في اخر الدقائق. تقريبا لو تمدحون رونالدينيو يصبر. الله الله بالعزة. الله الله الله. اخلط 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 الجرة. هات لك 10 دقائق انت هذا بالحياة قوت النادي راح تكلم عشان عشان مره ثانيه ما يخرون الوقت مزبل. عمر سجلها في الدرع يا ما في تسجيل يا حبيبي الدرع قلت لك الشرط وانا اخلط اخلط. ايوه ايوه لو زرعالي لا دي شو.